خاصو يتعاقب اخويا خاصو ياخذوا حقنا حنا اللي عندنا مختي خلى لها وليدات صغيرين وما يعرفوا شيء واحد يلا عنده 9 سنين اخويا وحيده مسكينه بقاع صغيرة بقى ما عرفت حاجه الدريري بقى يلا عنده 4 سنين الدريري يلا عنده 9 شهر فين غديهم علاش غضرب علاش خويا وادي مسكين عنده عنقيق مش عنده كيتسحب غادي يعنقق وتنحرم تجبد الجنويق كم بدات لي مرته في قميص وعطاتها ليه وتجبد الجنويه سار عليه هكا سار عليه على الظهر كاع خوخ لي ظهره اش بغى عنده تقدر مسكين على وليداته اش بغى عنده مسكين ناخذ حقنا بغينا حقنا حرمونا وهو اللي خشي وهو اللي معمر كتافنا وما برناش كي تما يمشي مشى لينا حتى هو غدرو جا عنقو باش يتسامح معاه خشى فيه الجنوي ما يسالاش خويا ما يسالاش خويا كيف حمونا من خويا بغيت لي اعدام بجوج اخويا بغيت لي اعدام اخويا بجوج والسبب هي براسو مراته هي اللي عطاتو الجنوي مراته هي اللي عطاتو الجنوي اخويا في القميجه واللي شفر تقطعت لي يدو ورجعوا لينا على القانون اللي كان ورجعوا لينا على حقوقنا وبغينا حق ولاد خوتي صغار ويتشموهم صغيورين غادي بنادم يضرب ويضرب بنادم يضرب حنا بينا حقوقنا من هذا السيد هو مرته المراه ديالو هو وياها سيدي حنايا قالت بغات عاتيه من الخدمه وجا جا طلع عليهم فوق القزي دار داك عليهم وهو ليهم تحت وجرم بيدينا وداخل فيه الجنوي عطاتها لي المراه في قميجه وليدي باش عطاتها لي المراه حنا بينا حقوقنا من هاد المراه منا حقوقنا منهم حنا بينا ليهم الاعدام لا ولا ما طمش عند الله خلي ولادو ثلاثه صغار حنا ما صرنا ما نديرو ليهم داهم شي حوايجناه الله يغفر الحق موتو موت الغدر ولدي كيفاش يعنقو يقول لي حنا غادي نتسامحو طهنو وخشى فيه الموس تضرب لي الريه وضرب لي الكبده اش من عار داير فيه هاد الدري حنا نخلصوه ليه والله يجعل البركه في راسك وسيدي محمد السادس ياخذ لي حقه وياخذ لنا حقنا راه ما كبر ما تخنا راه خلى ولادو راه خلى ولدي الله عنده 7 شهور وبغينا حقنا من هاد السيد وهاد السيده اللي عطاتو الجنويه في القميجه وقالت لي ضرب وخذ لي حقي هاد الحق ديالها بغينا نعرفوه اشنو هو السبب اللي بغينا نعرفوه هاد السبب غادي نعرفو ما مخاصم معاه ما مضارب معاه قال لي تعالى بغا يتكتا هاد السيد راه كانت السينيه محطوطه ليه وولادو ثلاثه يلعبوا فوق الفراش وحط معاه السينيه وياكل معاه وهو ما معيطش هو معيط ليه وهو يقرد في الحوم وشويه يعطي لولادو واليوم الله يجعل البركه في راسك ولدي شو من حق هاد السيد راه خلى ولادو يتامى وما عندوش غادي يهز راه مو ميت وهو ميت وراه عيا ما يعطي وعيا ما يشد وعيا ما يضرج وعيا ما يكبر وين اللي بعدا الجلابه ملي كتسخف راه كتلاح حنا ما عندناش غير لوحوها وسيدي محمد السادس الا كان يشوف هاد السيد يعاقبو كيما عاقبنا ويكمو كيما وكمنا وراه وكمنا فيه وراه وكمنا فيه وراه رزانا فيه وراه ما عرفناش اسنو السبب والمراه ملي جابت الجنويه وعطاتها لي وقالت لي خرج ضرب وشد لي حقي خاصها تورينا هاد الحق ديالو تورينا هاد الحق علاش هي وهاد السيد تتقول لي خرج جيب لي حقي وعطاتو الجنويه وهذا السيد اللي طالع واش هو كان غادي يقتل شي بهيمه واش هو كان غادي يقتل شي واحد شو فاجي واش هو كان غادي يقتل شي واحد سكران غادي يديروا لي تديد واش هذا السيد غلبوا عليه وسقطوه باش ضرب بالحديد وبالسلاح
باش داروا لي حوالات محاولات القتل. هاد السيد راه تعدى علينا وضرب المرأة قسم ليها اليد وجاي باغي يذبح الدري في جنب مو، والضربة اللي جات لمو راه كانت غتجي للدري في عنقو باغي يذبحو في جنب مو. والله يجعل البركة في راسكم. يا سيدي محمد السادس، حنا بغينا اللي قتل يتقتل، وبغينا اللي شفر يتشفر، وبغينا اللي قطع صباعه يقطع ليه صبعه، وبغينا حقنا شوانا ورزانا. راه ولدنا ورزانا فيه، راه باقي شاب وصغير، راه ما كبر، ما حنا ما شاب، ما شاف ما تشفى، ومدرج وليداته ومدرج خوته ومدرج خواتاته، وراه هو مصدر الدار. اللي ما جابهاش ما تجيش، واللي ما دخلهاش ما تدخلش، واللي ما خرجاش ما تخرجش، وراه ما تعرف لا سوق ولا مدينه. الحمام كيديها لي بالطوموبيل، راه ما تيعرفش. والله يرحم الوالدين، بغينا حقنا يا سيدي محمد السادس. هادشي راه ولا مصدر، ولاو يهزوا الحديد والسلاح، وهاد الجناويد قطعوا، وهاد المواسيد قطعوا. راه مولاو اللي يهز لدار يهجن ويقتل بها صاحبه، ولا دار يهز بها جن ويقتل بها خوه. هادشي راه بزاف بزاف بزاف، الشابين كيموتوا بالجناوه، بزاف الشباب كيضيعوا بالحديد، بزاف الشباب ولاو يشوفوا الفيلم في التلفازه ويجيو كيما داروا الفيلم في التلفازه كيديروا ليهم. هادشي حنا ضعنا ضعنا، الله يرحم الوالدين. لما بغينا حقنا يا سيدي محمد السادس، بغينا حقنا حقنا وهاد الوليدات، حنا بغينا حقنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.